مشروع خمسة حجة مع النبي، مشروع عمرة رمضان، اعمل عمرة في رمضان. قول لي ازاي؟ قفلت؟ لا ما قفلتش، ربنا هيفتحها ان شاء الله، وانا ان شاء الله باذن الله تعالى هتفتح. واللي مشتاق ربنا بيفتح له الابواب. مشروع زيادة الرزق في رمضان. عندك مشكلة في الفلوس؟ مديون؟ مزنوق؟ عايز وظيفة تكفي؟ دخل يكفي؟ انت عايزة زوجة؟ عايز اولاد؟ عايزة اولاد؟ انت عايزة زوج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. حديث متفق عليه. صلة الرحم، عمك وعمتك وخالك وخالتك وأبوك وأمك وإخواتك، يبقى أبوك وأمك نمرة واحد، اثنين اخواتك بنات وصبيان، ثلاثة عمامك وعماتك، اربعة اخوالك وخالاتك وولادهم، دول ارحامك، ابوك وامك، اخواتك صبيان وبنات، اعمامك وعماتك، اخوالك وخالاتك وولادهم، وان نزلوا وان علوا دول ارحامك. الصلة بقى، معلش ما تزعلوش مني انا اسف، خلينا نتكلم على حد البسطاء. الناس الكبار معلش لهم مشاريع كبيره، والناس البسطاء الفقراء الغلابه المساكين لهم مشاريع بسيطه، كيلو بلح ب2 جنيه وتاخده معك هديه لاختك او ابن اختك او بنت اختك، زياره لله. كل يوم في رمضان زيارة لحد، مثلا في النهار مش هتكلف حاجة، بعد صلاة العصر كده 5 دقايق. ده اللي انا بقوله، ان دايما الزيارات هتمثل لنا مشكلة انها تستغرق ساعات، خليها خفيفة ومتكررة بدل ما تبقى طويلة ومتفرقة، خليها خفيفة 5 دقايق. قولي مش هينفع يا شيخ انت بتتكلم في ايه، ده بعد العصر دي الدنيا كلها بتبقى. طيب خليها بعد التراويح بس 5 دقايق، على شرط انها تبقى 5 دقايق. طب خليها الصبح الساعة 9 وانت رايح طب خليها بالتليفون، ايه رأيك؟ وتبعت ابنك ولا بنتك بالهدية البسيطة. بس صلة الرحم، عايزين يا جماعة المجتمع دلوقتي تفكك، تفتت، كل واحد في حاله، كل واحد في دنيته، كل واحد في عيشته، محدش بقى، قليلة الروابط الأسرية دي، محتاجين نعمق هذه الروابط، ومش ببلاش. ده أنا بقول لك هتتحل بيها مشاكل كتير، سعة الرزق تيجي من هنا. كل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك، اصرف بحتر على قرايبك وربنا هيديك، ما تخافش.